نحبك يا أبي ونتمنى حريتك. ببراءة ممزوجة بلاسة يحاول هؤلاء الأطفال بعث رسالة إلى أبائهم المختطفين في سجون ميليشيا الحوثي منذ سنوات. يكتبون شوقهم على لافتات تستجدي تضامن العالم الذي لم يلتفت لطفولتهم المعتدى عليها. بعضهم ولد وكبر ولم يجد أباه، ولم يعد يرغب بغير إطلاق سراحه أو حتى مجرد زيارته. الصور الآتية من صنعاء وإب ومناطق أخرى خاضعة لميليشيا الحوثي مليئة بالقهر والألم، حيث يصطف مجموعة من الأطفال في أرصفة الشوارع بحثاً عن أبائهم، وبجانبهم أمهاتهم اللاتي حملن على عاتقهن مهمة النضال لتحرير أبنائهن أو أزواجهن، بعد أن تخلى الجميع عنهم حكومة وأحزابا ومنظمات محلية ودولية. ونناشد المنظمات الحقوقية والإنسانية وعلى رأسها الحرية السامية والصليب الأحمر مساعدتنا لإنقاذ أبنائنا المختطفين بالكشف عن مصيرهم، فلم يحمل الاختطاف والإخفاء القسري للضحايا إلا العذاب وكل الخطر، ونطالب بإطلاق سراح جميع المختطفين والمخفيين فسرى. أمهات وأطفال المختطفين في وقفات احتجاجية في صنعاء وإب طالبوا المنظمات الدولية بإطلاق سراح المختطفين دون قيد أو شرط، ورفعوا من أمام مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بصنعاء شعارات تتمنى النظر إلى القابعين في سجون الميليشيا بعين الإنسانية والضغط الجاد لتحريرهم والتعامل معهم وفق القوانين الدولية، حيث تتدهور صحتهم كل يوم وتمنع عنهم حتى الزيارات والأدوية. من عام 2020 هو عام الحرية لكل المعتقلين، لكل المختطفين، لكل المخفيين. نتمنى أنه يكون عام 2020 بداية حياة جديدة للأهالي اللي حرموا من أهاليهم وحرموا من آبائهم وأبنائهم داخل السجون. تأمل أمهات المختطفين مع بداية عام 2020 أن يكون مختلفاً عن بقية الأعوام السابقة التي مثلت قهراً لهن وظلماً لأبنائهن، وأن تسعى الأطراف المحلية والدولية للإفراج عنهم ومعاملتهم معاملة إنسانية محترمة، فالظلم فاق الحد والصبر لم يعد طاقة.